طيب بسم الله الرحمن الرحيم يا اخوان، عايز اتكلم عن المشروع اللي بمثله الصندوق اللي قدامكم ده، مشروع المسلات المفقوده. بقصد من خلاله جمع الاوراق الضايعه من اخواننا. اي زول بده منه ورقه نعرف كيف نرجع له. من البدايه انا كنت في بورصدان لاول مره اسافر لمدينه بورصدان في مهمه محدده، ضاعت مني بطاقه، وفي رحلة بحثي عن البطاقة دي وجدت كثير من الأوراق المهملة الضايعة من أصحابها في كثير من المواقع، وحصرت نفسي قلت خلاص أنا أبحث المناطق اللي زرتها يا إخواننا، الشركة اللي زرتها، البنك، أي حتة زرتها أحاول أجد بطاقتي دي فيها. بعض الناس نصحوني قالوا لي يا أخي الأوراق دي بتتجمع في نقاط بسط الأمن الشامل، في تلقاها بعض المرات معلقة في القزاز بتاع البنك، تلقاها في المكتبة، تلقاها في نقطة الشرطة. فبحثت ولقيت كمية ضخمة جدا من الأوراق، قلت يا إخواننا دي كلها ضايعة من أهلها، كيف ترجع لهم؟ هل قاعدين يستردوها؟ قالوا نادر الزول يلقى بطاقته. طوال يمشي يطلع شهادة فقدان ويطلع بدل فاقد، طيب ليه؟ ما دام أصلا هي موجودة وما في زول بيستفيد منها غيري، ليه أنا معامل فكرة أجمع بها كل الأوراق دي تكون في مناطق معينة أو مراكز محددة، في كل مدينة يكون في مركز، وبعد كده أعلن لأصحابه على سنة يتعرفوا عليه ويستلموه. الفكرة بدأت بثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولانية هي الصندوق يكون متاح في كل حتة، أي موقف، أي قسم بتاع الشرطة، في أي حتة يكون واضح الصندوق، وعلى سنة أي زول يلقى أي ورق ينزله فيه بدل ما يتعب. وفرنا مجهود الزول اللي بيلقاه. الحاجة الثانية أقوم أجمع المحتويات الصناديق دي بصفة دورية، أجمع أخد تأوين في الصناديق دي، فمجرد ما جمعتها وخطيتها طوالي بقوم بعلن المعلومة عبر وسائل الإعلام. من ضمنها فكرت في الموقع الإلكتروني الشكل اللي قدامنا في الصندوق ده، فكرت في رقم تلفون مميز يكون بالنسبة لكل الصناديق، يكون الرقم ده مطبوع في الصندوق على أساس إنه أي زول يلقى الرقم يتصل علينا يدينا المعلومة بتاعت اسمه. وهنا لقيت في اتصالات كثيرة جدا من الناس. طوالي قمت صممت برنامج مكون من ثلاثة نوافذ، النافذة الأولى للمتصلين زول الاسم ورقم التلفون، النافذة الثانية الأوراق اللي بتصل، الوثيقة وتاريخها ومكان حفظ المركز ذاته الموجود في مدينة، وبالإضافة لشنو؟ رقم الحفظ، رقم الحفظ طبعاً أرقام مسلسلة جوا المركز وما بتتكرر، حتى رقم الصناديق ده برضه ما بتتكرر يا إخواننا، يكون في كل مدينة فيها رقم معينة. بعد كده طوالي بقوم بعلن الزول بيعرف حاجته بيستلمها. برضه عملت نظام رسائل قصيرة SMS SMS اللي هي عبرها بترسل في الموبايل بتاعك، بترسل اسمك كامل او زي ما موجود في البطاقه بترسله لنا، بيظهر عندنا. بعد كده متى ما جات بطاقتك طوالي بيحصل تطابق وبرجع لك. وانا في رحله بحثيه يا اخواننا في بورصدان عن اوراقي دي، ركبت في عربيه صغيره بتاعت اجره، فالسواق كان بعين لي بشده كده، تبحت عليه قلت له مالك يا اخي، انا في شنو؟ قال لي تضيع منك بطاقه؟ قلت له نعم. في المكتبة شمال الجامع، قلت له خلاص اتحرك رح. مشينا طوالي للمكتب ولقينا البطاقة معلقة في القزاز واستلمناها. شكرته جدا. وكان ممكن ينتهي هنا يا اخوان الموضوع، لكن لا، انا المجهود اللي بديته ده لازم اواصله عشان احل مشكلة اي زول، ولو اتكررت علي المشكلة دي ما تضيع مني اوراقي مرة ثانية. هنا طوالي كملت الفهم ده بتاع المشروع وصقته في شكل برنامج، بل اصبح مشروع. وفيني واجهتني كثير من الانتقادات من بعض الناس، يا اخي منو اللي بحط لك اوراق في الصندوق ده؟ هو في زول فاضي لك؟
والله يشيله يجدعه ولا عنده مع شغله ماله ماله. لا يا اخوانا، هو هل في السودان ده في ناس بالحس الراغي ده اللي يتعاملوا مع الصندوق؟ طيب اجابتي على الكلام ده كانت بسيطه جدا. صنعت صندوقين، واحد خدته في المكتب بدايه بالضبط في شارع الحريه تبع السيد عبد الرحمن الناحيه الغربيه جنب سونيك هنا، والثاني خدته في شارع المعرض بري، وقلت اجرب. جربت فعلا، جيت لقيت اوراق كثيره جدا، بالاضافه لكده لقيت حاجات ما كنت متوقعها. لقيت في ناس بيكتب مذكره صغيره انا فلان الفلاني وضاعت مني جواز، وده تليفوني يا اخوانا لو لقيته اتصلوا عليه. جدا شوف الفهم اللي انا ما كنت متوقعه، ما في زول ذكر ولا ذاته، وجيت لقيته. هنا طوالي ما كان مني الا انه طوالي اشوف التمويل بتاع المشروع ده من وين. انا براي ما كان عندي امكانيه، لكن برضه رصدت قدر الامكانيه اللي عندي، بديت اجمع الحاجه اللي عندي شويه المعنى ما تقولوش. وعندي عربي التلبي الوحيده يا اخوانا بعتها طوالي، وصنعت الصناديق. اخوانا ده يمكن شكل الويب سايت هنا، كيف الزول يدخل اسمه. فينا عندنا خيارات بطاقة شخصية وبطاقة مهنة وجنسية وجواز ورخصة ومتنوع. هنا مثلا ده الاسم في البطاقة الشخصية، الزول كيف يدخل اسمه. طوالي بتصر له النتيجة إذا عندنا، أو لو ما عندنا بقول له عفوا ما موجود. مثلا زي أخونا حسن ده طوالي بتصر له الكلام إنه الخرطوم رقم الحفظ 125 زي ما واضح. بعد كده الصناديق اللي أنا صنعتها طوالي يا أخوانا وزعتها في الموقع، موقع الجغرافية دي. يمكن ركزت على الأسواق هنا، المناطق ذات الزحمة، وفي اندرومان وفي بحر في الخرطوم. تدادي كان لغاية المين البري في بحري، لغاية تقريبا حلة كوكو هناك المؤسسة في اندرومان، لغاية ود البشير وصلتها. نشرت الصناديق دي وطوالي هنا. بعد يا اخوانا الموضوع يتغير، دخلت عليه التلفزيون الموضوع ده وحكيت لهم. طوالي عملوا معي حوار ميداني وبسو. هنا خشينا في حاجة تانية اللي هي الجرايد، دخلت علينا برضه، في ناس شافوا التلفزيون واتصلوا علينا برضه، وجونا وعملوا حوار زي الصحيفة بتاعت أخبار اليوم، زي الصحيفة بتاعت الرأي العام، آخر لحظة كلهم اتصلوا علينا وجوا عملوا حوار وبسوا. وبعد شوية الشغلة بقت تغيرت، بقت الفهم يتوسع ويتوسع يتوسع. الناس كثيرة جدا يا أخوانا، في ناس جوا استلموا مننا أوراقهم وما صدقوا، يعني انبهروا. في واحد عنده جواز ضايع ولقينا تليفونه ده، والجواز ضربنا له وقام جانا. يا أخوانا جيتوا عرقوا كل الصبي، زول مالك في شنو؟ ضايع منك جواز ولا ضايع منك شنو؟ قال لي يا اخي جوازي ده والله فيه تاشيره، وانا ماشي لحالك في الاردن وباقي لي 4 يوم التاشيره تنتهي. استلم الجواز ده ما صدق. قلنا ليه؟ خلاص يا ربنا يجيبك مش عارف. قال انا جايكم جايكم، عندي فهم كبير جدا جدا، وان شاء الله لما تعالى جوجي بجيكم، وعندي فهم كبير جدا، داير اساعد تساهم في المشروع ده. في واحد ثاني اتصل علينا وقال انا عندي جواز ضايع. طيب اتصل علينا بعد يومين، اخوانا جوازي ما لقيته. قلنا له يا اخي ما بنحتاج، احنا عندنا برنامج طوالي بوضح لنا انه جوازك ده متى ما يجينا خلاص اسمه كده موجود. قال انتوا منو؟ تابعين لشنو؟ وتقبلوا مساعدة؟ الثلاثة كلمات اللي قالين في لحظة واحدة كده، كده جدا. قال لي خاست عليه. أجيك وين؟ قال لي تعالي في مكتبي وضحوا لي. قلت له اركب مواصلات شنو؟ قال لي تركب مواصلات هاي، يعني أنت ما راكب عربية؟ قلت له ما راكب عربية. خلاص تعال جيت. مشكلتك شنو؟ قلت له والله الآن مشكلتي بس عربية فرق بها الصناديق دي. طوالي طلب تليفون يا اخي يدوا عربيه، كانت دوني عربيه بتاعت المجال دي على سن مشتغل. قال لي عليك الا في خلال اسبوع شوف لك عربيه تاجرها وسواق وبديك البنزين انا، وده معاك لحد مشروع ده يقف على حيله. انبسطت جدا منه، انبسطت جدا منه وشكرته، وربنا يا اخوانا يجعله في ميزان حسناته. كلنا نقول ربنا يجعله في ميزان حسناته. واتصل علي واحد ثاني استاذ، قال لي يا والله مشروعك ده ما يعرف قيمته الا الزول الضيع اوراق. جميل، انا داري ساهم في الشغل ده. قلت له جدا. قال لي بس داري اخلق لك كم صندوق كده وصدقه جاريه. قلت له جدا. انتظر على السنه يجي صنع الصناديق ان شاء الله. شغلنا يا اخواننا الان بدا في الخرطوم، والان دخلوا علينا بعض الاخوان من الولايات قالوا عايزين يصبحوا وكلاء للمشروع ده في المدن الولائيه. دخل علينا واحد في كوسي وكان جاد وجينا ادينا كم صندوق كده، وبدا حنبدا ان شاء الله في الامن الجاي ده معه. ونحن على امل انه المشروع يتسع يا اخواننا ويعم كل المدن وتعم الفائده بالنسبه لكل الناس،
وحتى ممكن ننتقل للدول المجاورة بل جميع الدول في العالم المحتاجة للشغل إن شاء الله. وبنقول يا أخواننا مثلنا السوداني بنقول صاحب الرائحة بيفتح خشم البقرة، نحن بنقول حتى لا يحتاج صاحب الرائحة أن يفتح خشم البقرة. بس يفتح لنا الإنترنت ده أو يضرب لنا تلفون أو يتابعنا في الجريدة أو يرسل لنا رسالة فيها اسمه خلاص. وحقيقة الزول أساسا بيرسل اسمه لينا أو بيطلب لنا تلفونه بيديني اسمه زي ما وجدت الوثيقة ده تاني مدى ما تضيع منه وثيقة طوالي حنتصل عليه لأنه تلفونه موجود. بس اللهم إلا يغير تلفونه، كثير في ناس بيغيروا تلفوناتهم يا أخوانا، أرجو الناس تثبت تلفوناتها أو التلفون اللي بدونه بيكون حقيقي. وبشكركم جميعا يا أخوانا على متابعتكم للمشروع. الشيء الوحيد اللي بطلبه منكم أي زول يحدث جنبه عن المشروع يا أخوانا عشان نعرف نتعاون زيادة على كده نوفر مجهودنا ومجهود غيرنا في المشكلة دي. السلام عليكم ورحمة الله.